الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، اليوم راح ناخذ المثال رقم 9 وهي عبارة عن المكسنج. المكسنج هناك في بعض الأحيان في المعامل نحتاج أنه نحصل على مجرى معين بمواصفات معينة. هذه المواصفات نقدر نحصلها عندما يتم مزج مجريين متوفرين معا للحصول على مجرى ثالث بمواصفات معينة. مثلا 100 كيلوغرام بير اور، يعني 100 كيلوغرام بير اور اوف ساتوريتد ستيم. هسه عرفنا ساتوريتد ستيم معناها في منطقة الساتوريتد بضغط 1 bar is mixed with super heated steam بدرجة حرارة 401 bar to produce لإنتاج ستيم درجة حرارته 300 وضغط 1 bar. احسب كمية السوبر هيت ستيم لإنتاج احسب كمية السوبر هيت ستيم المنتج بدرجة حرارة 300 والريكوايرد ماس فلو ريت الستيم بدرجة حرارة 400. لو نمثل هذا الرسم عندي ساتوريتد ستيم 100 كيلوغرام بير اور وضغط 1 bar يتم خلطه مع سوبر هيتد ستيم بدرجة حرارة 400. هذا المجرى رقم 2 ينتج سوبر هيتد ستيم بضغط 1 bar ودرجة حرارة 300. طبعا تلاحظون بأنه العملية تتم بثبوت ضغط لأن كل المجاري لها ضغط واحد. هسه نجي لو نطبق المعادلة مالت الانرجي بالانس اللي تقول دلتا اتش زائد دلتا اي كاينتك زائد بوتنشال يساوي كيو ناقصا دبليو. بهذه العملية نجي ماكو ذكر للارتفاع، اذا البوتنشال صفر. ماكو ذكر للسرعة، اذا الكاينتك تساوي صفر. العملية تتم بدون ادوات متحركة او كذا، اذا ماكو دبليو شافت. زين، العملية تتم أدياباتك كيو تساوي صفر. شنو بقى بالمعادلة؟ بقى بالمعادلة أنه دلتا اتش يساوي صفر. إذا دلتا اتش تساوي صفر شنو معناها؟ اتش اوت ناقصا اتش ان يساوي صفر، معناها اتش 3 ناقصا اتش 1، طبعا هي معناها بين قوسين ناقصا اتش 1 زائدا اتش 2، من نفتحها راح تصير اتش 3 ناقصا اتش 1 ناقصا اتش 2. وهذه معناها ما دام مكتوبة دوت معناها كيلو جول على سكند، كيلو جول على سكند. هسه نجي إذ هنا الكيلو جول على سكند لازم نضربها، شلون نحصلها؟ نحصلها من السبيسيفيك انثالبي اللي موجود بالستيم تيبل، وحداته كيلو جول على كيلو جرام. هذا هو اللي يرمز له بالاتش سمول، اتش سمول هذا معناه سبيسيفيك انثالبي. نضربها بالماس فلوريت. نجي ايضا ام 3 المجرى الخارج، يعني ام دوت 3 في اتش 3 هو معناها اتش دوت 3 ناقصا ام 1 اتش 1 ناقصا ام 2. هاي المعادله نقدر نرمز لها ونقول هذه هي المعادله رقم 1. هذه هي معادله رقم 1. وشني هاي المعادله رقم 1؟ موازنة الطاقة. زين، بعد نحتاج لنا معادلة. المعادلة اللي نحتاجها هي معادلة الانرجي بالانس. الانرجي بالانس يقول انه ام 1 زائد ام 2 يساوي ام 3. اذا عندي اني هذه معادلة رقم 1 وهذه معادلة رقم 2، لازم احلهن ونطلع من عندهن شنو المتغيرات. نجي طبعا اللي بالسؤال شنو موجود؟ موجود الام 1 فقط. نعم، نجي ام 3 يساوي ام 3 يساوي ام 1 ام 1 اللي هو قيمته 100 زائدا ام 2، ام 2 مجهول. اذا هذا هو التوتال ماتيريال بالانس او اوفر اول ماس بالانس. تطلع لي المعادلة إذا 100 زائد M2 يساوي لي M3. إذا هذه معادلة الموازنة. هسه شنو نحتاج نحسب؟ نحتاج نحسب الإنثالبي. مثلا نجي
ومن الانثالبي الى ساتوريتد ستيم بضغط 1 bar. نروح ضغط 1 bar اللي هو هذا 1 bar، هذا هو 1 bar. وين الستيم؟ هذا الستيم مكتوب فوق اتش جي. ايش قد الانثالبي له؟ 2675.4. هذه اذا خلصناها راح نرجع مره ثانيه وين؟ 2675.4. هسه نرجع الى المجرى رقم الثاني، شنو؟ سوبر هيتد ستيم بضغط 1 bar ودرجة حرارة 400. ايضا نروح الى جدول السوبر هيتد ستيم اللي هو رقم 9، هذا هو يا ضغط 1 bar. نشوف الجدول، هذا bar، اذا هذا هو عبارة عن هذا عبارة عن 1 bar بيا درجة حرارة، درجة حرارة 400 اللي هذه درجة. نشوف هنا نجر خط منها ونشوف قد درجة حرارة 400 اللي هي هذه القيمة، راح تطلع 3278. حسبنا هذه القيمة اللي قيمتها قد هذه 3278. الانثالبي مال السوبر هيتد ستيم ايضا بضغط 1 bar ولكن بدرجة حرارة 300 نفس هذا. نشوف قدر در بالواحد بار، هذه الواحد بار درجة حرارة 300، هذه هي 300، هذه 300 سقطها وين راح يطلع لي؟ يطلع هنا، اذا 3074 تمثل انثالبي الستيم الخارج من الريبويلر 3074. هسه اجي استخدم معادلة الانرجي بالانس M1، هذه قيمته H1 طلعناها، طبعا هذه كيلو جرام بير اور، زائدا M2 ما نعرفها مجهول بس نعرف الانثالبي ماله، M3 ما نعرفها بس نعرف الانثالبي ايضا ماله. هذه نجي في هذه المعادلة، احنا نعرف انه M2 يساوي لـ M3 ناقصا M1، فنعوض عن M2 اللي موجودة في هذه المعادلة، نعوض عنها بـ M3 ناقصا M1. إذا نعوضها في هذه المعادلة، طبعا المعادلة هذه راح تتحول انه كلها بدلالة من M3. إذا نحلها معادلة واحدة نقدر نحسب قيمة M3 منها مباشرة ونحسب قيمة M3. إذا حسبنا قيمة M3 راح تطلع قيمتها 195، العفو M3 295، هذه قيمة M3. زين ايش قد M2؟ M2 منين نحسبها؟ من هذه المعادلة اللي هي معادلة الماتيريال بالانس اللي هي العامة، نقول M1 زائد M2 يساوي لي M3. إذا M3 اللي هي 100 زائدا M2 من هذه المعادلة. نجي إلى موضوع آخر اللي هو الميكانيكال انرجي بالانس. أخذنا في كل الأجهزة سواء كانت بويلر، كوندنسر، إيفابوريتر، تورباين أو كمبرسر أو بمب، نحتاج إنه إذا نريد نحسب الانثالبي بالستيم تيبل، خصوصا للماء، انا اقصد انه ستيم تيبل خاص بالماء فقط وليس للهواء، نحتاج نعرف درجة الحرارة والضغط اطر نحسب الانثالبي. هنالك طريقة اخرى، مثلا السوائل عندما تجري في انبوب ويحصل هنالك فرق في الضغط ما بين الانلت والاوتلت، وكذلك هنالك فرق في الكثافة والسرعة، مثلا السائل يدخل بسرعة معينة ويخرج بسرعة أخرى. الميكانيكال انرجي بالانس يستخدم فور ايزوثيرمال فلو. ايزوثيرمال فلو معناها درجة الحرارة ثابتة، وانكمبرسبل فلويد المواعي غير القابلة للانضغاط معناها الكثافة راح تبقى سا
الآلات اللي يتم مثلا ضخ السائل من منطقة منخفضة إلى عالية باستخدام بمب، أو نزول السائل من منطقة عالية إلى منطقة منخفضة للاستفادة من الكاينتكس إنرجي إلى بفعل تغير السرعة، وهذه في محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في الشلالات أو المياه النازلة من الأعلى. هذه الاشتقاق ماله غير مطالبين به، ولكن هذه المعادلة هي المطلوبة. هذه هي المعادلة، معادلة الميكانيكال بالانس. الميكانيكال بالانس معناها طبعا هي اصلا المعادلة تم اشتقاقها على الاصل العام، انه انرجي ترانسفير، الحرارة المنتقلة من السراوندينج هي تسبب تغير للسيستم، يعني انرجي اوت ناقصا ان بالنسبة للسيستم هو معناها ممتلكة من حرارة او شغل من الخارج. اذا حرارة السراوندينج او الانرجي مال السراوندينج كيو ناقصا دبليو. الانرجي مال السيستم ايضا انواع: انترنال انرجي، كاينتيك انرجي، بوتنشال انرجي. هنا ضايفين لحد البي في، البي طبعا هذا لا ننسى بانه هذا احد البي في الفوليومتريك فلوريت، هذا يسمونه الفلو ورك، وسبق ان اخذناه. اذا لو رتبنا هذه المعادله تصبح بهذا الشكل، احنا قلنا الاشتقاق غير مطالبين به، نحصل على المعادله الاخيره. هذه المعادله الاخيره مطلوب ان تحفظونها. هذا شنو معناها؟ هذه المعادله هي تمثل معادله الميكانيكال انرجي فورم. كل السوائل اللي تمر خلال الانابيب تسبب احتكاك، لذلك هذا الاف لازم نحسبه. الاف نحسبه عن طريق الموضوع اخر اللي هو الفلويد فلو، ونحتاج نعرف الرينولد نمبر وطبيعه الجريان تيربلنت او لامينر. نجي هنا دبليو شافت على ام دوت، هذا معناه الشغل بوحدات كيلو جول على سكند. ام دوت فوليومتريك فلوريت اللي هي كيلو جرام بير سكند. دلتا بي فرق الضغط على رو. دلتا يو يعني هذه دلتا يو تربيع، معناها يو تربيع، يو 2 تربيع ناقصا يو 1 تربيع على 2 زائدا جي دلتا زد اللي هذا يمثل لي البوتنشال. هنا الفريكشن لابد احسبه. شافوا انه يمكن اهمال في الحاله اللي الاف يساوي صفر، هذه وين موجوده؟ هذه يسمونها فريكشنلس فلو، يعني السوائل اللي زوجه مالتها تكون منخفضه جدا وما تسبب ايضا الفريكشن. وفي الحالات اللي ما بيها شافت وورك نقدر نستخدم المعادله الاف يهمل او يتم تبسيطها الى ان نحصل على المعادلة الأخيرة اللي تكون بهذا الشكل. هذه حملنا الاف أصبحت المعادلة دلتا بي، كتبناها بهذا الشكل دلتا بي على رو زائدا دلتا يو تربيع على 2 زائدا جيزا. هذه تسمى معادلة برنولي. شو نستفاد من عدها؟ نستفاد من عدها في حساب الضغط. يعني عندي P1 وعندي P2، أقدر أحسب قيمة الضغط. لا ننسى بأن معادلة برنولي هي الشكل المبسط من المعادلة اللي فوق. إذا هذه معادلة برنولي اللي ما بها W شافت. زين، إحنا أغلب الأنظمة اللي تضخ سوائل اللي هي أغلبها عبارة عن مضخات نحتاج نحسب W شافت. يعني نحتاج نعرف قدرة المضخة اللازمة لضغط سائل من نقطة رقم 1 إلى 2 سواء كان من الأعلى إلى الأسفل أو بالعكس. إذا مجرد نعرف الدلتا في على رو وهاي الحدود، إذا هذا الشكل، هذه المعادلة الأصلية حفظوها.
اذا متوفر الفريكشن ماكو داعي ان احنا نحذفه الا اللهم هو يقول بالسؤال احذف الفريكشن. اذا معادلة الميكانيكال انرجي العامة هذه المعادلة وهي معادلة مطلوبة انه تحفظونها، وهذه هي المعادلة العامة. معادلة برنولي هي جزء خاص من معادلة الميكانيكال وورك العامة. دلتا بي شنو معناها؟ بي 2 ناقصا بي 1 على رو. رو لا ننسى، منين نجيبها رو؟ رو هي معكوس السبيسيفيك فوليوم، يعني رو يساوي لنا 1 على في. يو 2 ناقصا يو 1، يو 2 تربيع ناقصا يو، هذه السرعة، والسرعة طبعا نقدر نحسب الكاينتكس. زين، جي دلتا زد، جي زد 2 ناقصا زد 1، زد 1 هو ناخذ الريفرنس، زد 1 هو مستوى سطح البحر. زين، شنو اللي موجود في المعادلة نقدر نحسبه؟ مثلا إذا منطينا السرعة ومنطينا فرق الارتفاع نقدر نحسب الضغط، منطينا الضغط ومنطينا فرق الارتفاعات نقدر نحسب السرعة، منطينا السرعة والضغط نقدر نحسب فرق الارتفاعات. إذا هذه المعادلة استخداماتها كثيرة جدا، ويجب أن لا ننسى بأنه برنولي إكويجن هي أصلا تهمل الفريكشن. إذا الفريكشن غير مهمل نستخدم المعادلة العامة. هسه نجي شنو اللي يربط الفوليومتريك فلو ريت هذه في دوت مع السرعة؟ هذه القوانين، الاريا، الاريا هي معناها كروس سكشنال اريا مال التيوب اللي يتساوي لي باي دي تربيع على 4. اليو هي السرعة، يعني اذا اريد انا احسب في 2، يعني هسه اذا اريد نحسب في 2 من هذه المعادلة ونقول مثلا في دوت 2 راح يساوي لي اي 2، اي 2 معناها مساحة الانبوب عند النقطة رقم 2 في يو 2. في دوت هو شنو؟ فوليومتريك فلو ريت الاوتلت. زين، الفوليومتريك فلو ريت الان نسميه في دوت 1، راح يساوي لي اي 1 قطر الانبوب في المنطقة رقم 1 مضروبة في السرعة الاولى. هاي لازم ننساها، ما ننساها يعني، واليومتريك فلوريت يساوي لنا يو في الاي. زين، شنو علاقة بالماس فلوريت؟ الماس فلوريت هو الفوليومتريك فلوريت في الرو، الفوليومتريك فلوريت هو اصلا يو اي، اذا الماس فلوريت هو رو يو في الاي. اذا ايضا نقدر نقول هذه المعادلة ماس فلوريت 1، اذا اريد نكتب الماس فلوريت ايضا بنفس الطريقة ونقول M1 M1 دوت راح يساوي لي رو 1 في A 1 في U 1. الـ M2 هذه M دوت 2 راح يساوي لي ايضا رو 2 معناها الكثافة السائل بالنقطة رقم 2، نضربها، نضربها بمن؟ في اي 2، بعد نضربها في اليو 2. ولا ننسى اغلب العمليات او كل العمليات ام 1 ام 1 دوت تساوي M2 دوت. هاي المعادلات والمعادلات السابقة تحفظ، ولا ننسى بأنه الشكل العام للميكانيكال انرجي هاي المعادلة حفظوها. هاي المعادلة الميكانيكال انرجي إذا أريد يحسب W شفت أو هو معطينا W شفت، وهذه المعادلة هي معادلة برنولي للأمور اللي ما بها دبليو شفت ومنطينا
فرق الضغط. إن شاء الله نكمل في المحاضرة القادمة على المثال رقم 10. شكرا جزيلا لكم.